واقعة صادمة ولحظة فارقة في تاريخ بلاد الحرمين الشريفين استوجبت تدخلا حاسما من صاحب الأمر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما تملك منه الغضب وثار ثائرته على ما حدث. قرار حاسم كان في الانتظار، فك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أسره من داخل الأدراج المغلقة ليفاجئ به الجميع في المملكة العربية السعودية مبرهنا على السياسة الجديدة. فما القصة؟ ففي هدر في الإنفاق عالي جدا في عالم صغير يتطلع فيه أصحاب الطموح للحاق بركب المقدمة. لم ينسى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبدا ما رآه في قاعدة عسكرية أمريكية كشفت له مدى سوء التخطيط في بلاده منذ سنوات، واقعة على قدر صدمتها الكبيرة في عقل الأمير المجدد، إلا أنها هدته إلى طريق واضح وصريح نحو المستقبل الذي يرى فيه بلاده، ويعلم أنها تستحق مثل هذا التخطيط المتحفظ لإنتاج الهدف المطلوب. فما إن حط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رحاله في قاعدة عسكرية أمريكية ووجد فيها الأمر مختلفا تماما عما يتم انتهاجه في بلاده في هذا السياق، حيث جذبته الكثير من المعطيات. فالقاعدة العسكرية الأمريكية بحسب رواية بن سلمان كانت مصممة هندسيا بأقل الإمكانيات الممكنة، فلم يعتمد المصمم الأمريكي الزخارف الفارهة ولا الإمكانيات غير الطبيعية لتسهيل حياة الجنود، بل على العكس تماماً كانت القاعدة على المواد الأولية للبناء، وتظهر منها المعدات التي تسهم في توصيل المياه والكهرباء إلى دواخل القاعدة، كما أن أرضية القاعدة كانت من الإسمنت الخالص. لما أدخل مثلاً القاعدة في السعودية ألاقي الأرض مبلطة بالرخام، ولاقي الجدران مزغرفة، ولاقي التشطيب 5 نجوم. وعلى الجانب الآخر وجد ولي العهد السعودي الإرث الباقي فيما يتعلق بالقواعد العسكرية ثقيلا بما فيه الكفاية، يحمل الكثير من الصعوبات على عاتق الإدارة السعودية خاصة فيما يتعلق بالناحية المادية. فالقاعدة العسكرية في المملكة العربية السعودية بحسب ما قاله الأمير محمد بن سلمان تجد أرضيتها من الرخام الطبيعي، وأما عن جدرانها فيتم تشكيلها وزخرفتها كأنها قصر للمسكن وليس قاعدة للدفاع. واستطرد بن سلمان في وصفه للإمكانيات المادية الهائلة التي تم هدرها بشكل كبير فيما لا يفيد شيئا، فبحسب رؤيته لن يدافع الجنود عن الأرض بالزخارف وتشطيب 5 نجوم وكأننا في فندق. ومن هنا جاءت الرؤية الثاقبة سابقة كل تشكيل أو إنشاء جديد باتباع الأسس العالمية والمنطقية في كل القطاعات داخل المملكة دون التطرق إلى مسألة الهدر العالي في الإنفاق المادي على ما ينفع ولا يفيد. وادخل قاعدة في أمريكا أشوف مواصيل للسقف، الأرض لا فيها لا سجاد ولا رخام، الإسمنت محطوط وعملي. قرار حاسم عجل به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بضرورة تجنب الهدر في الإنفاق من أجل خوض التجربة التنموية في كافة القطاعات الممكنة للوصول بالمملكة إلى بر الأمان. وعلى هذا الأساس بدأت الرؤية تتغير كلياً ويتم صرف المبالغ المستحقة فيما يفيد. فالمملكة كانت منذ 6 سنوات الثالثة عالمياً في الإنفاق العسكري، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن. أما أنتم فبرأيكم ما الذي ينقصنا في محيطنا العربي للحاق بركب الدول المتقدمة وتحقيق التقدم في كافة المجالات الحياتية؟